Language building. Unit 9, page 77. البناء اللغوي لصفحة 77 عندنا unit 9 الوحدة التاسعة. بدنا هنا نفرق ما بين الجملة والسؤال. عادة الجمل بتعطينا معلومات. إذا كانت الجملة تعطي معلومة فإحنا بنعتبر هاي الجملة statement، أوكي، عبارة أو جملة وهي تعطي معلومة. ودائما الجملة أو العبارة تبدأ بحرف capital وتنتهي بفول ستوب، بنقطة. بالنسبة للسنتنسز اللي بتسأل، الجمل اللي بتسأل عن شيء، هاي احنا بنسميها أسئلة questions. A question begins with a capital letter، بيبدأ بحرف كبير وبينتهي بعلامة سؤال. فإحنا إذا بدنا نميز إنه هاي جملة أو هاي سؤال، علامة التنقيط للجملة بنحط لها full stop، ولا السؤال بنحط له question mark. التنتين بيبدوا بكابيتال لتر.